الأخوات، عائلة الفقيد مناظر الراحل أبو ناصر أبو ندى، عائلة أحمد الخياط جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين يختطف القدر أحد أحبتنا نتأمل تاريخه بحزن، ننحني لنقبل هامته التي ظلت مرفوعة بعنفوان المناضل وبصمود نخيل هذا الوطن حتى توسد التراب في رحلته الأخيرة. هكذا كانت مسيرة فقيدنا الغالي. لكن في البداية اسمحوا لي أن أنقل لعائلة الفقيد ورفاقه وأصدقائه ولكم جميعا تعازي ومواساة رفيق دربه معتقل الرأي والضمير القائد الوطني الرمز رهيم شريف السيد، الذي نقل من محبسه قبل قليل، قبل أن نبدأ حفلنا هذا، هاتفني وأوصاني بنقل تعازيه وتعازي رفاقي في سجن جو بمناسبة أربعينية المرحوم أحمد الخياط. كما نقل لي أبو شريف قرار القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين الذين معه بدئهم الإضراب عن الطعام احتجاجا وتضامنا مع سجناء عنبر 6 من سجن جو الذين يفوق عددهم أكثر من 160 حدثا وطفلا. قال أبو شريف إن عقابا جماعيا قد نفذ بحق هؤلاء الأطفال والأحداث، وتم إدخال الكلاب البوليسية إلى داخل العنبر، وتعرض أحدهم لعضة أحد تلك الكلاب في ساقه، وقد أقدمت إدارة السجن على منع الاتصال بهم منذ 4 أيام ومنعت الزيارات عنهم، ولم يعد الغذاء منتظما ولا الدواء أيضا، وتم حجز بعضهم في الزنازن وحرموا من ساحات الفسحة. هكذا نقل الشريف جزءا من معاناة المعتقلين من الأطفال. 50 عاما من الألم الصامت والهدوء المتوثب يا أحمد، ففي التاريخ رجال يمرون بصمت يتعمدون الهدوء في دربهم، يخزنون الألم لا يلتفتوا إلى ذاتهم، ربما إهمالا أو نكرانا للذات، للذات المعجونة بآهات الوطن المثخن بجراح تفوق جراحاتهم. يعيشون بساطة المقاتل في جبال صرفيت وسمحان والأخضر الزاهي الذي يعانق سهول ظفار التي احتضنت رجالا وضعوا أرواحهم على كفهم فجعلوا ظلال القمر سترا لهم، وهو يرسل نوره على الجبال التي تشكل مأمنا لتنقلات حفاة يحلمون بخلق جنة الله على الأرض. أحمد الخياط الذي حمل اسما حركيا لعقود طويلة ناصر حسين هو واحد من هؤلاء الرجال الذين ارتحلوا بين المنافي بحثا عن العدالة والحرية ورفعة الإنسان وتقديسه بما يستحق من تكريم وتبجيل. لكن هذا الفارس ترجل أخيرا في مطلع عام جديد. رحل أبو ناصر وفي جوفه الكثير الذي خزنه طوال سنوات الجمر والرماد لم يقله ولم يكن يريد البوح به. رحل أحمد من أجل أن يبقى الحصان الوعدي متوثبا. أحمد الخياط تاريخ من النضال السياسي والتنظيمي امتد لأكثر من نصف قرن، قضاها بين المنافي وسنوات قليلة في وطنه البحرين. بدأ رحلة شتاته من مصر طالبا جامعيا وباحثا عن حلم الأمة،
فسوريا حين احتضنته حلب الشهباء التي تحترق اليوم بفعل الاحترابات الغرائزية ليستقر في اليمن الديمقراطي الذي كان يبشر بحلم جميل من العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وجد شريكة حياته أم ناصر ليشكل ثنائيا جميلا، فتأتي ندى ثم ناصر فإبراهيم وآخر العنقود أسماء التي تحفر في جدار العلم الجامعي كما علمها وأوصاها والدها وحبيبها أحمد. ليعود أحمد إلى دمشق مستقرا له لعقد من الزمن قبل أن تطأ قدماه أرض الوطن الذي ذاب فيه عشقا. بصمت رحل عنا أحمد الخياط في 7 يناير 2015 تاركا وراء إرثا لم نتمكن من توثيقه كما يجب. نعرف جزءا من هذا التاريخ المديد الذي احتضنه أولا في تنظيم شرق الجزيرة مطلع 70ات القرن الماضي، الذي شكل فيما بعد الجبهة الشعبية في البحرين بمعية تنظيمات يسارية أخرى قررت الاندماج وخوض النضال ضد الاستعمار في مرحلة تحرر الوطني الديمقراطي. كان الخياط حاضرا في كل المفاصل السياسية والتنظيمية التي اتسمت بها الصيرورة النضالية للجبهة الشعبية، حتى تأسست جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في 10 سبتمبر 2001 كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الانفراج الأمني والسياسي الذي توج بميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بأغلبية كبيرة في 14 فبراير 2001، وإصدار العفو العام على المعتقلين والمسجونين والمنفيين والمبعدين والذين أجبرتهم ظروف العمل السياسي العيش في الخارج. كان أبو ناصر حاضرا في تلك المفاصل ومساهما فيها بفعالية، كما كان راصدا دقيقا للحراك في البلاد من خلال الصحافة اليومية. كان يبعث صبيحة كل يوم الموضوعات والأخبار المحلية التي تنشرها الصحافة دون كلل أو ملل، حتى شكل هذا الجهد ذخيرة يمكن الاعتماد عليها لتحليل مسار العمل السياسي والاجتماعي في البحرين بصورة يومية. ولأنه مثل كل المناضلين الذين وهبوا حياتهم لمبادئهم من أجل رفعة شأن هذا الوطن ولم يدعوا يوما أنهم ملائكة، بل كانوا يجتهدون في استنباط وسائل نضالية جديدة، يصيبون ويخطئون ولا يترددون في انتقاد ذاتهم إن أخطأوا. وقد كان أحمد الخياط تأكيدا لهذه القاعدة وتعزيزا لها، فقدم الغالي والنفيس في سبيل هذه المبادئ التي ستظل متوهجة ومرفوعة على الرؤوس، تقدم من أجلها التضحيات الجسام حتى تتحقق الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشروع في التنمية المستدامة التي يكون فيها المواطن هدفها ووسيلتها في آن واحد. من حق المناضل الراحل أحمد الخياط على رفاقه وأصدقائه أن يوصيهم بالثبات على المبادئ والاستمرار في تعزيز مكانة وعد وتألقها وفي الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، ومن واجب رفاقه تلبية التوصية والنداء. نفتقد الغالي أحمد الخياط كثيرا، لكن عزاؤنا في إصرار رفاقه على مواصلة الدرب الذي اختطه المناضلون الأوائل، ونحن على دربهم سائرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.